عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، يبث على قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة كفاءة جديدة، وهو سعادة الدكتور إياد رشاد فرح، وهو مستشار طب وجراحة العيون، وأيضا زميل الكلية الملكية البريطانية لجراحة العيون، وهو أيضا أستاذ طب وجراحة العيون المساعد بكلية الطب، وهو أشهر من أن يعرف في هذا القطاع. سعادة الدكتور إياد رشاد فرح، بداية منرحب فيك برنامجنا الوطني ومنحكي لك مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. نعم سعادة الدكتور، أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع والاختصاص. حابين نعرف السادة المشاهدين بداية من هو سعادة الدكتور إياد رشاد فرح. نعرف السادة المشاهدين بداية عن حياتك العملية والمهنية، وأكيد لك صولات وجولات خارج هذا الوطن. تفضل. الحقيقة أنا خريج جامعة القاهرة للطب، وبعدين ذهبت إلى بريطانيا للتدريب والحصول على الدكتوراه أو الزمالة في جراحة العيون، وبعدين تعينت أستاذ مساعد في كلية الطب الجامعة الأردنية سنة 83 إلى سنة 90، وبعدين صرت في القطاع الخاص. جميل دكتور، نتحدث تحدث عن تأسيس هذه العيادة. متى تأسست الدكتور إياد رشاد فرح في هذه المنطقة في شارع الخالد؟ هذه تأسست سنة 90 بعد خروجي من التدريس في الجامعة الأردنية. وإلى الآن واحنا نعم مستمرين. جميل دكتور اياد، نتجه الى طب وجراحة العيون، نتحدث عن ابرز الحالات التي يواجهها المرضى في هذا الاختصاص داخل هذه العيادة. المرضى متنوعين يعني، في كل هذا، في امراض العين الخارجية أو الـ anterior segment، الجزء الأمامي من العين، هذا بيبقى كتير الالتهابات وحساسية وأشياء زي هيك، وفي داخل العين اللي هي المية الزرقاء والكاتراكت والأشياء، وكمان اللي صار زيادة شوية هو الاعتلالات نتيجة أمراض السكري اللي شوية انتشرت في الأردن، تؤدي إلى اعتلال في الشبكية ويؤثر على قوة الإبصار لمجموعة كبيرة من الأردنيين. نعم يعني دكتور، أنا بلاحظ في هذه الأيام عن درجة الحرارة المرتفعة، نعم هل تؤثر على طبقة العين؟ لا، هو ما تأثر تأثير مرضي، بس بتأثر من ناحية الجفاف، يؤدي إلى جفاف الدمع، فالعيان بحس بحرقان وغزغزة في العين زي الرمل، الإحساس هذا نتيجة جفاف الدمع، فبيحتاج إلى ترطيب دموع صناعية. وهذه متوفرة كتير في الأردن. يعني شو بتنصح السادة المشاهدين بدرجة الحرارة في هذه الأيام؟ أكيد مرتفعة جدا، شو بتنصحهم عبر هذه الشاشة؟ هو أكيد أنه يكتروا من السوائل على أساس أنه يكون الجسم عنده إنتاج للدموع والعرق والأشياء زي هيك. الشيء الثاني أنه ما يعني يخلي وجهه أو عينيه في اتجاه الهواء، سواء هواء اللي هو بيسوق في السيارة، ما يخليش الهواء يجي في وشه أو قدام المروحة أو قدام المكيف، هذا يؤدي إلى زيادة الجفاف وبسرعة. نعم دكتور، تحدث أيضا عن أبرز الأجهزة المتطورة والحديثة داخل هذه العيادة. الحقيقة التقدم في طب العيون سريع وجيد، يعني معظم الأمراض اللي أنا كنت بواجهها لما كنت في بريطانيا هلأ تعتبر سهلة العلاج. يعني زمان كنا نقول هذا صعب وما نقدرش عليه، هلأ كل متوفر. الأجهزة صارت كتير متقدمة، خصوصا أجهزة عمليات المية البيضاء اللي هي أو المية الزرقاء مرات بيحكوا عليها، وعمليات الشبكية، كل هذه الأجهزة متقدمة، هذه كلها ظهرت بعد التسعينات.
فالتقدم سريع. يعني مثلا مثل بسيط، يعني أنا لما كنت في بريطانيا في الثمانينات كان العيان عشان يعمل عملية الكاتاراكت أو المية الزرقاء لازم يقعد في المستشفى أسبوع. هلأ بنقدر نعمل عملية المية الزرقاء خلال 3-4 ساعات وبطلع المريض بروح على البيت بدون أي شيء. خلال 3-4 ساعات بتطور الأجهزة الحديثة. بالضبط، هي العملية كلها بتاخد ربع ساعة. نعم. بس هو إنه الاهتمام في المريض، الفحوصات والمتابعة خلال 3-4 ساعات بس نطمن عليه وبروح على البيت. نعم دكتور، أنا حاب تنصح السادة المشاهدين بأكيد بشكل معين، يعني بعد المواطنين يلبس النظارات الغير طبية أيضا هل تؤثر على العيون؟ لا تضر العيون بس تؤدي إلى الإجهاد، فالعيان بحس بالصداع وما بيشوفش منيح. هو الأهم من النظارات الطبية هي النظارات الشمسية. يعني الشمسية أهم شيء إنه إحنا نبعد عن الألترا فايلوت أو الأشعة فوق البنفسجية اللي بتأثر على القرنية وعلى الكاتاراكت. فلما يجوا يشتروا النظارات الشمسية لازم يتأكدوا إنه الزجاج تبع النظارة بيمنع الأشعة فوق بنفسجية. نعم يعني أنا بضم صوتي لصوتك سعد دكتور إياد رشاد فرح. دكتور كخبرتك ولك الباع الطويل في هذا القطاع، كيف ترى تطور هذا القطاع طب العيون في الأردن؟ هل يوجد كفاءات قوية ما شاء الله مثل حضرتك؟ محترم لجميع الكفاءات. لا الحقيقة يعني بدون يعني مجاملات الطب في الأردن متقدم جد بالنسبة لطب العيون، متقدم جدا، وأي عملية بتنعمل في الخارج ممكن تنعمل في الأردن وبكفاءة جيدة. وعندنا ما شاء الله دكاترة عيون أكثر بكثير من ما المفروض يكون في لتعداد الأردن. يعني يعني يوجد كفاءات، يعني يوجد كفاءات متوفرة ومتنوعة والأجهزة كاملة. نعم. ونفس الأجهزة الموجودة في أمريكا وفي إنجلترا وفي ألمانيا. نعم. ما في جهاز يعني موجود هناك. نعم. مش موجود عندنا هون. يعني مواكبين الدول المتطورة. يس هذا أكيد، وهذا اللي بيأكدوه المرضى العرب خصوصا من السعودية، وكان قبل الحرب تبعت اليمن كانوا يجوا كتير. نعم. وهم كتير يعني مبسوطين من التقدم العلمي الموجود هون. نعم جميل. يعني دكتور إياد أكيد دائما وأبدا نواكب العصر، نواكب التطور والتكنولوجيا بالأجهزة الحديثة والكفاءات الموجودة مثل حضرتك ما شاء الله عليك دكتور، لكن أكيد دائما وأبدا نسعى للطموحات والرؤية المستقبلية. ما هي طموحات ساعة الدكتور إياد رشاد فرح والرؤية المستقبلية؟ الحقيقة اللي هو أنه كفاءة المستشفيات العيون موجودة متوفرة هلأ، فما في شيء يعني ينقصنا غير أنه المتابعة والإشراف، يعني التأكد من الكفاءات الجيدة وأنه تكون تحت إشراف النقابة خصوصا جمعية أطباء العيون، لأنها بتقدر تفرق بين الطريقة الصحيحة والغير الصحيحة. جمعية أطباء العيون أكيد تتعاون معكم ولها دور مهم أكيد في هذا القطاع، شو بتحب توجه لهم رسالة عبر هذه الشاشة سعادة الدكتور إياد رشاد فرح؟ الحقيقة جمعية أطباء العيون كتير بتساعد في المعلومات والهذا، بس ينقصها السلطة، يعني السلطة غير متوفرة لها من مثلا النقابة أو وزارة الصحة على أساس إنها تثبت الأشياء اللي هي تراها جديرة بالاهتمام. نعم إن شاء الله، إن شاء الله صوتك وصل عبر هذه الشاشة دكتور، أنت ممثل في هذا القطاع وهذا الاختصاص أكيد جراحة العيون، إن شاء الله الجميع إن شاء الله راح تتعاون معكم إن شاء الله. سعادة الدكتور إياد رشاد فرح، أكيد جيل الشباب فرسان وفرسات تغيير، أكيد هم أكيد من أحد كفاءات هذا الوطن أكيد الجيل القادم. يعني شو بتحب توجه رسالة لجيل الشباب من فرسان وفرسات التغيير الخريجين الجدد لهذا الاختصاص؟ أكيد إن رسالة توعية إرشاد كخبرتك دكتور عبر هذا البرنامج الوطني. الحقيقة طب العيون من
الاختصاص اللي كتير مميز. نعم. يعني أنا فاكر في الدكتور قال لي إنه العين هي عبارة عن نافذة على جسم الإنسان كاملة. نعم. يعني كل أمراض الجسم لها تأثير على العين، أو ممكن عن طريق فحص العين نقدر نعرف هذا. فالاختصاص كتير ممتع، بس بيحتاج إلى مثابرة وفي نفس الوقت تريننج، يعني نحكي لطموح كمان أيضا. الطموح لأنه التقدم فيه جيد. نعم. والنتائج كتير مفرحة. نعم أكيد. يعني نحكي لجيل اليوم من فرسان فرسان التغيير، من صار على الدرب وصل، ولكل مجتهد النصيب. بضم صوتي إلى صوتك سعد الدكتور إياد رشاد فرح. سعد الدكتور، أكيد قبل نهاية هذا البرنامج الوطني إنجازات وطنية، أكيد نعمة الأمن والأمان لها أكيد الدور المهم أكيد لاستقرار هذا البلد، والله يديم نعمة الأمن والأمان على جميع الدول العربية دون استثناء، ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. دكتور، أكيد حلفك الحظ، ولكن لو حلفك الحظ في هذه الأيام أن تقابلت مع قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة؟ مشكورة جهودكم في كل رعايتكم للوطن وأبنائه، وإحنا دائما مستعدين للخدمة ورفع اسم الأردن عاليا. أكيد أكيد. الله يديم نعمة الأمن والأمان، والله يحفظ جلالة الملك سعد الدكتور إياد رشاد فرح. إحنا نتمنى لك التوفيق والنجاح. أكيد فقط للتواصل أو استشارة من سعد الدكتور إياد، حابين نحدد موقع هذه العيادة دكتور للتواصل أو أي استشارة؟ تفضل. المنطقة هاي يعني تعتبر مجمع مهم للكفاءات والمستشفيات، يعني في المنطقة هلأ فيها 4 مستشفيات واثنين كبار جدا، مستشفى فرح، مستشفى الخالدي، والخدمة فيهم عالمية يعني من ناحية الكفاءة. نعم أكيد. وكمان هلأ منطقة زهران جملت المنطقة ونظمتها، وهذا إشي جيد. نعم. بس يا ريت يحلونا مسألة الاصطفاف السيارات بشكل عام. إن شاء الله أكيد هاي أمانة عمان، إن شاء الله لازم تتعاون في هذه المنطقة أكيد، ولها دور مهم أكيد لخدمات أكيد. يعني إن شاء الله بتتعاون معنا أمانة عمان، إن شاء الله نوجه رسالة أكيد أمانة عمان، وأكيد إن شاء الله نسعى دائما لتطور هذا البلد. وأكيد سعد الدكتور أرقام الهواتف أكيد والويب سايت والفيسبوك والإنستغرام إن شاء الله سنظهر عبر هذه الشاشة عند زميلتنا أكيد لينا الدباس. وفي نهاية لقاؤنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لسعادة الدكتور إياد رشاد فرح، مستشار طب وجراحة العيون وزميل الكلية الملكية البريطانية لجراحة العيون، وأستاذ طب وجراحة العيون المساعد بكلية الطب سابقا. نتمنى لكم التوفيق والنجاح سعد الدكتور إياد رشاد، وإن شاء الله دائما للتطور والنجاح إن شاء الله. أهلا وسهلا، شرفتوا، الله يعطيك العافية.